ده أرشيف دوريات الباحثين. كل ما كتب في دورية، الدورية هي المجلة والجريدة موثقة باسم الدورية والعدد. التوثيق ده خاص بالباحث في الدراسات العليا، تمام؟ ففكرنا بقى في الفكرة دي وقامت على ثلاث بنود. أول بند اللي هو الشخصيات التراجم، ثاني بند موضوعات، ثالث بند اللي هو الدول. ده اللي اتمسح اسكان اللي الباحث يقدر ياخده مني دلوقتي في قد ده مرتين ثلاثة، بس لسه ما اتمسحش اسكان. يجي لي بقى باحث، أنا ما حبيتش أحتفظ بيه لنفسي، فيجي لي باحث مثلا عايز ده فاديها له مثلا على فلاشة، تمام؟ مقابل مادي بسيط جدا مش لا يذكر، مع ان هو ده مكلف. انا متربع على الرصيف في النبي دي، لان دي انا والدي يعني ما اتعلمش، لكن ثقف نفسه بنفسه. فدي كانت بدايه فكرتها من والدي، كان ينزع المقاله ويضعها في الكتاب يخص الموضوع المقاله، بص الفكره، بحيث لما يحب يجيب الموضوع فبيجي صاحب الكتاب بمقالاته. فانا حبيت اطوره ونجحنا نطوره انا وصديق ليا اسمه الدكتور سيد الطنوبي، استاذ تاريخ هو، وبقالنا 15 سنه بس شغالين في الموضوع ده. مع الاسف الشديد في بلدنا هنا اتمنى ان هو يوصل صوت في يوم من الايام. يعني انا بطلع للباحثين في طريق المعارض، بس يعني ظهوري للبحث في طريق المعارض، تمام؟ فبيجي بقى عمليه ايه، تبليغ شفوي مع الاسف الشديد. انا طبعا كفردين عشان يعملوا دوت والمفروض بقى يبقى لهم سايت على النت وبتاع، ما عندناش الامكانيات ان نجيب واحد يشغله للجزئيه ديت ويعمل الدعايه ديت. طب ما هو ده المفروض، وده في الجامعات بتاعتنا، يعني المفروض اتحاد الجامعات المصريه مثلا عنده استطاعه ان هو يدعو في الجامعات بتاعتنا ويبيعه للجامعات العربيه. هنا المقاله كامله، انا ما بعملوش انا بقى للطالب بقدم له بس واقول له هي في المقاله كذا، لا انا بحطها له يعني، تمام؟ بالاضافه ان انا اضفت بقى حاجات ثانيه، اضفت الحديث بقى، مكتوبة حديثة، تمام؟ من جرائد او صحف. فانت بتوقع الحدث اللي حصل في نفس اليوم او في الاسبوع دوت، او حاجه مثلا غلط او حاجه رخصت او ظاهره ظهرت في المجتمع المصري، تمام؟ من منظور اجتماعي بتاخدها من الكاكاتير، تمام؟ فده تاريخ تاني. دي مكلفه عليا، تمام؟ ببقى محتار بين ان انا ابيع ديت، تمام؟ سابين اخد فلوسها واجيب دوريات تانيه اكتر. ما هنا العمليه انت بقت مشكله ماديه، اما لو في صرف او حد يحتضنك، تمام؟ او يتبناك ومصر ان هو يصرف عليك بحيث تقدر تكمل مشروعك، ده مشروع كبار. دي اراء الدكاتره عن الارشيف. فحبيت في يوم من الايام ان انا اسيبه لعيالي بحيث ان هم يسالوا الدوله بيه. ده لا يباع، ده ملك خاص. طلب مني ان هو يباع وانا رفضت، بحتفظ بالمصر بس مع الاسف مصر لسه ما جاتش.